الآن فتنضم إلينا دكتور تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، لعلنا أيضا نستزيد ونحاول أن نفتح معها شيء في هذا الأمر وهي فكرة الملف. هل سيستطيع نتنياهو أن يستمر فيما يقوم به؟ هل سيستطيع نتنياهو أن يجابه هذه الآراء وهذه التحذيرات المصرية العربية الدولية في أنه ينبغي أن يوقف هذه الآلة، آلة الحرب التي يقوم بها، يحاول أن يصفي القضية، يحاول أن يهجر الفلسطينيين، يحاول أن يعني يمحي القضية الفلسطينية برمتها ويزيل السكان من أراضيهم؟ هل سيستطيع؟ إلى متى سيظل المجتمع الدولي عاجز أمام مثل هذه التصرفات؟ إلى متى أيضا، وهو السؤال الذي يعني لا يغادر الجميع، وهو فكرة متى ستوقف أمريكا هذا الدعم اللامحدود، هذا الدعم دعنا بين قوسين اللا إنساني، هذا الدعم لقوات الاحتلال لنتنياهو فيما يقوم به من إبادة جماعية، عندما نتحدث عن أكثر من 40,000 فلسطيني سقطوا من جراء آلة الحرب الإسرائيلية، عندما نتحدث عن أكثر من 92,000 مصاب من هذه الحرب، حرب الإبادة، عندما نتحدث عن آلاف المفقودين في فلسطين وأرض فلسطين المحتلة من هذه الحرب، من هذه الحرب الغاشمة التي يقوم بها نتنياهو، إذن إلى متى سيقف المجتمع الدولي عاجزا؟ وهذا هو السؤال الذي سوف نتوجه به الآن إلى دكتور تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية. دكتور تمارا، إلى متى سيظل المجتمع الدولي عاجز عن مجابهة نتنياهو ومجابهة اليمين المتطرف؟ تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. طبعا المجتمع الدولي لم يعطي أي نوع من الضغط الفعلي والحقيقي والمستدام من أجل وقف نتنياهو من آلة الإجرام التي يستخدمها كل يوم، سواء كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية. المجتمع الدولي لم يعطي أي نتائجه الإيجابية، ولم يفعل مؤسساته الحقيقية، رغم أن كثير من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان كانت تظهر قبل 7 أكتوبر للحفاظ على حقوق الإنسان والدفاع عن البشرية وحماية البعد الغذائي والصحة والدفاع عن حقوق المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الطفل، لكن أرض واقع قطاع غزة اختفت، ولم تظهر أي مؤسسة تتحدث عن هذا الواقع إلا فقط بضعة مؤسسات صغيرة لا تؤثر على أمريكا أو المجتمع الدولي الذي له علاقة بفرض الصلاحيات أو فرض التأثير على نتنياهو بوقف هذه المجزرة. أعتقد أن هناك أصبح ظهور ازدواجية المعايير، ازدواجية المصالح، نظرا أن المجتمع الغربي بات يعلم تماما أنه إذا خسرت إسرائيل، حسب ما يتم الإشارة من هذا المجتمع الغربي دائما يشير، إذا خسرت إسرائيل أمام حماس وكأن هذا المجتمع الذي يدعم إسرائيل هو خسر أمام معركته. حتى الولايات المتحدة الأمريكية، هاريس أشارت إليها هذا السياق، حتى مستوى بايدن أشار أن يجب عملية تحقيق الأهداف وأيضا المتعلقة بالقضاء على المقاومة الفلسطينية سواء كان في الضفة أو قطاع غزة، وأيضا الهدف الآخر وهو إعادة الهيكلية التضاريسية الجغرافية والديمغرافية سواء كان في قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا أحد الشروط المتفق عليها سواء كان مع نتنياهو أو حتى على مستوى الدول الكبرى التي هي دائما تشارك وتساهم، هي دائما تتحدث أنها مع حقوق الإنسان والدفاع عن المدنيين، ولكن دائما يلصقون ويزامنون هذه الجملة أن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها. إذن أمام التسليح الممنهج وتقديم الدعم التسليحي واللوجستي، دكتور تمارا، أيضاً يعني في هذا النبأ العاجل هناك تبادل لإطلاق النيران بين قوات الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، هذا هو العاجل الذي ورد الآن، هناك تبادل لإطلاق النار ما بين قوات الاحتلال وما بين الفصائل الفلسطينية. أعود مرة أخرى إلى دكتور تمارا، ونحن نتحدث نتنياهو بعدما استمر في حربه على غزة لهذه الشهور الطويلة، الآن انتقل إلى الضفة الغربية، هل تعتقد دكتور تمارا أنه من المرجح أن يتسع نطاق هذا الصراع وهذا الضرب في الضفة الغربية ليصل إلى ما وصلت إليه غزة؟ أولا، الاحتلال الصهيوني يتخذ من وجود عدد من الشباب في الضفة الغربية، يتخذه ذريعة،
هؤلاء عدد من الشباب لا يتعدى أعدادهم 50 إلى 100 شاب. نعم. يحاولون قدر الإمكان بنواياهم من أجل التحرر، يعني هدفهم صادق، يعني من أجل التحرر من الاحتلال الصهيوني، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذا الأمر من أجل تدمير الضفة الغربية. هناك صحيح قبل عدة دقائق كان هناك كمين في منطقة حي الدمج في جنين، لكن الاحتلال الإسرائيلي على اليوم الرابع على التوالي يقوم بمحاصرة جنين، وقام بتدمير البنية التحتية وقطع الكهرباء والمياه والإنترنت طبعا في منطقة جنين، وهو يريد أن يرسم سيناريو جنين وكأنها سيناريو غزة، يريد أن يرسمها في منطقة جنين. نعم، هو يريد أن يحول هذه الصورة إلى الضفة الغربية. حتى على مستوى منطقة الخليل نتيجة العمليات الفردية التي تم القيام بها من في عملية غوتش عصيون، وأيضا منطقة كرمي وهي في منطقة الخليل نتيجة العمليات الفردية بعمليات مزدوجة أو فردية، هذه العمليات أدى إلى إغلاق منطقة الخليل كليا وأدى إلى محاصرتها. لماذا يقومون بمنطقة الخليل؟ الخليل هي منطقة اقتصادية، هم هدفهم ضرب الخاصرة الاقتصادية للاقتصاد الفلسطيني، لذلك هم مركزون على منطقة الخليل، مركزون على منطقة جنين التي تعطي الخاصرة الغذائية أو تعتبر الناحية الغذائية للشعب الفلسطيني، ويريدون ضرب منطقة طوباس وهي أيضا تعتبر سلة غذائية، بالإضافة لسيطرتهم على منطقة الأغوار السلة الغذائية للشعب الفلسطيني. إذن هم يريدون تهديم البنية الهيكلية للسلطة الوطنية من خلال إضعافها اقتصاديا وأمنيا. اقتصاديا في منطقة الخليل يضربونها، بالإضافة إلى منطقة الزراعية يريدون ضربها إضعافها، بالإضافة منطقة الأغوار يريدون السيطرة على هذه المنطقة. إذن هم يريدون تهجير الشعب الفلسطيني، هم يريدون تدمير البنية التحتية، هم يريدون إعادة الضفة إلى الوراء كما أرضوا قطاع غزة. نعم، بما أننا تحدثنا عن هذا الاجتياح للضفة الغربية وهذا الضرب المتواصل حاليا في الضفة الغربية وهذا الضرب أيضا والقتال المتمادل ما بين الطرفين، ما بين جيش الاحتلال وما بين فصائل المقاومة الفلسطينية، دعيني أسأل حضرتك، أين القيادة الفلسطينية؟ هل هناك تنسيق ما بين القيادة الفلسطينية وما بين الفصائل لمجابهة مثل هذا الاجتياح؟ أولا القيادة الفلسطينية تتعامل بطريقة دبلوماسية وقانونية وسياسية، وأعتقد في الوقت الحالي هذه الطريقة هي مناسبة. لماذا؟ الخيار المسلح في الضفة الغربية هو لا يصلح في الحالة الفلسطينية. لماذا؟ الإسرائيليون يستغلون أن هناك قوة مسلحة يدخلون المنطقة تحت حجة أن هناك مسلحين تريد أن تقتلهم، هي لا تقوم بردع هؤلاء، هي تردع كل المواطنين في المنطقة التي يتواجد فيها مقاومة، وتدمر كل المنطقة وتحرقها وتقصفها وتقصف أيضا المنازل كما حدث في بعض المناطق في جنين. الهدف هي التهجير، لذلك القيادة الفلسطينية الآن تتعامل بطريقة نوعا ما فيها حكمة، هي صحيح تعلم أنها بحاجة هذا إلى وقت طويل جدا، لكن هي لا تستطيع أن ترمي بكل الشعب الفلسطيني، يعني ولا تستطيع أن تحمله أكثر من طاقة. دكتور تمارا، أيضا الآن الاحتلال يمنع المياه من أن تصل لمستشفى جنين، وهناك تحذيرات من توقف الخدمات في مستشفى جنين. دكتور دعيني وفي هذه المساحة المتبقية، لو أفسحت لكم المجال أن تتحدثوا وتوجهوا كلمة إلى المجتمع الدولي فيما يخص ما يقوم به بنيامين نتنياهو، ماذا تقول دكتور تمارا؟ أولا المجتمع الدولي عليهم أن ينظروا أن هناك مدنيون في الضفة الغربية، يجب أن يكون هناك حماية للمدنيين، وطالما أن هذا المجتمع الغربي هو الذي جلب إسرائيل عليهم أيضا قوة محتلة، وحسب القانون الدولي أن القوة المحتلة هي المسؤولة عن حماية المدنيين، بمعنى عليهم أن يعطوا الطعام والشراب، وليس كما يحدث الآن من قبل إسرائيل هي تقطع المياه والشراب والطعام عن الفلسطينيين سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة. طالما أن الاحتلال هو قوة محتلة للأرض الفلسطينية، هذه مسؤولية الاحتلال، هو الذي يعطي هذه الواجبات الغذائية والإدارية والمعاشية، وعلى المجتمع الدولي تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا التي جلبت إسرائيل عليهم أن يحموا المدنيين الذين ليس لهم علاقة بأي نوع من التذرعات وأيضا الأضاليل التي يتحدث عنها الواقع الإسرائيلي. الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حماية حقيقية، وعلى الأقل إيجاد أفق سياسي حتى يتم تقليص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حتى يتم تهدئة المنطقة برمتها. هم يريدون السلام، السلام لا يحدث إلا بإيجاد حلول جذرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تحديدا في البقعة الضفة الغربية التي تعتبر هي خاصرة صعبة جدا
هي بعد استراتيجي جدا. إن تحركت الضفة لن تهدأ، الضفة الغربية إن ثارت هي لن تهدأ، فإذا سوف تبقى تداعيات سلبية على الأمن القومي الإسرائيلي قبل أي منطقة أخرى، بالإضافة إلى الأمن القومي الأردني، فبالتالي عملية الضغط من هذه الدول يعني على المجتمع الدولي يعني بالإضافة. نتمنى أن تصل مفردات دكتور تمارا إلى المجتمع الدولي وأن ينصت من لا ينصت وأن يبادر إلى وقف هذا الصراع. دكتور تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، أشكرك شكرا جزيلا.